يعد جعل موفر محتوى التطبيقات الخاص بك متوفراً لتطبيقات الأطراف الخارجية أمراً يسيراً. الأساس في هذا هو تعديل علامة التصدير في إدخال البيان هنا إلى صحيح. يمكن لأي تطبيق يعرف URI الخاص بالمحتوى استخدام أداة حل المحتوى للوصول له بنفس الطريقة التي تقوم بها. الآن حسب حساسية بياناتك، قد ترغب في حمايتها عن طريق طلب أذونات معينة لقراءة قاعدة البيانات أو كتابتها. يمكن تقييد الوصول بشكل فعال للتطبيقات الأخرى التي أنشأتها أو تطبيقات جهة خارجية بأذونات أخرى ومستخدمين موافقين عليها. حينها تحتاج فقط إلى نشر هذا النص البرمجي للتفاعل مع موفر المحتوى وبخاصة URI وأسماء الأعمدة. وبهذه السهولة أنشأت واجهة برمجة تطبيقات جديدة لبياناتك. هذه هي الطريقة التي يستخدمها موفر المحتوى الأصليين، بما في ذلك قاعدة بيانات السياق ومتجر الوسائط والتقويم وسجل المكالمات.